اكيد انتوا شفتوا ليلى ستوريز لما تحدتني ان انا اوفر اكتر من خلال وصلة ابلكيشن. طيب هو ايه وصلة وليه ان انا قررت السنة دي استعمله؟ انا قررت السنة دي استعمل وصلة ابليكيشن عشان غير انه عليه كوبونز خصوم وكاش باك لكل حاجة تقريبا، بس برضو بيخليني سوبر اكسايتد لما الاقي فلاش سيلز هنا وفلاش سيلز هناك وتقريبا كده كل الاوفرز الحلوة من محلات كتيرة قوي. ولما دخلت على ابليكيشن وصلة واكتشفت انه H&M وديفاكتو من المحلات اللي انا اقدر اشتري منهم وفي نفس الوقت اوفر في ثمن الحاجة اللي انا بجيبها، كان لازم اجيب a few items من هناك. وعرفت ان انا اوفر في تمنهم اكتر عشان استعملت كود الخصم الوصلة طلعهولي. ولو انتوا كمان عايزين تشتروا ايتمز من H&M او ديفاكتو او اي حاجة تانية نفسكوا فيها، مثلا من نون، جوميا او باث اند بودي وركس وغيرهم كتير، تقدروا ان انتوا تحملوا ابليكيشن وصلة عشان تطلعوا كسبانين وموفرين. انا جبت لكم الكود ده من وصلة عشان توفروا على اي موقع تاني على وصلة 10% على اي حاجة تشتروا. انا مش هوقف التشالنج عندي وهتحداكم وهتحدى ياسمين ان انتوا توفروا اكتر من على وصلة وتقولوا لي جبتوا ايه.